السلام عليكم الدراري، اليوم غنعرفوا كيفاش غنديروا التوجيه للمرحله الاخيره في المسار ديالنا. انا كيف ما كتشوفوني داخل غير البلاصه تاع الاباء، حيت مابغاش تدخلي البلاصه تاع التلاميذ. بعد ما دخلتي غتمشي للتوجيه وغتمشي للمرحله النهائيه، غيطلعوا لك هنا داكشي تاعك غيكون عامر اوتوماتيك، يعني غادي غير لك الاضافه وغدير تما الجذع المشترك ديالك. انا كيف ما شفتو درت جذع مشترك علمي خيار فرنسي، انت غتختار اداب ولا المهم اللي عجبك اللي انت كتميل ليه عادي. من بعد ما غادي تختار الجذع المشترك ديالك فراه غدير حفظ عادي. فملي كدير حفظ كطلع ديك الخانه كيف ما كتشوفوها، هي غطلع دابا بالخضر من بعد ما غندير حفظ في الفيديو. وغتزادك واحد الخانه تاع الطباعه اللي كيطلبوها اكثريه المدارس، يعني كدير ديك الطباعه وعادي، وكتكي بشي بي دي اف كتصيفطو لشي مول المكتب، ولا الا كانت عندك لامبريمونت كطبع عادي. وحنا غنكملو، هنا كطلعو لك المجالات المهنيه، كتدخل الخانه الثانيه اللي طالعه بالاحمر اهدافي المهنيه المستقبليه، كتورك على ديك اللي فيها سيليكتد زيرو، كتورك عليها وكتختار تما المجالات اللي انت كتميل ليهم. بحال مثلا انا كيف ما كتشوفوا غنختار ثلاثه المجالات، هما كيطلبوا ثلاثه او اكثر، يعني كيف ما كتشوفوا دابا انا غنختار ثلاثه. ولا ما طلعوش لك بحال هكا كدير عوض على الحاسوب من السيتينغ تاع البراوزر عادي. كاين تقريبا كلشي المجالات ولا بزاف، كاين مهن المال والابناك والتامين، يعني بزاف 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 كونطابيليتي، يعني بزاف. كاين مهن الشريعه وعلوم الدين، كاين مهن التربيه والتكوين، يعني كاين الادبيه والمكتبات والترجمه، يعني داك المهن القانون والقضائيه العسكريه وشي في العسكري. المهم دابا انا اختاريت مجال المهن الاعلاميه وشبكه الاتصال، اتصالات وسائل متعدده، يعني داكشي تاع الكمبيوتر انجينيرينغ وداكشي. واختاريت عاوتاني الخيار الثاني اللي عندي هو مهن الابناك، ويعني داكشي ديال الكونطابل. والثالث هو تاع الهندسه، يعني اختاريت ثلاث. بعد ما ساليتي كتورك على اوكي، كتورك على داك الخيار تاع اضافه الى قائمه اختياراتي، صافي كتولي هذيك سيليكت ثلاثه، يعني كيوليو ثلاثه تما بالترتيب كيف ما اختاريتيهم نتايا. صافي كدير اوكي عاوتاني وكتهبط لتحت وكتلقى المهنه، يعني المهنه اللي كتحلم بها ولا المهنه المستقبليه اللي بغيتيها، كتكتبها تما عادي، كتكتبها بالفرنسي ولا المهم انا جربتها دابا بالفرنسي اولا باللونجلي عفوا. المهم كتب تما كمبيوتر انجينيرينغ، صافي وكدير حفظ وعادي، وكطلع حتى هي بالخضر، يعني باللي راه داكشي داز عادي. وديك القضيه تاع الطباعه فرك الطباعه وكدي عليهم الاداره عادي. بعد ما كتورك على طباعه كيطلعوا لك تشارجي البي دي اف ديالك، كدير له داونلود، كتمشي ل سميتو تيليشارجمون ديالك، كدير له اوبن. ضروري يكون عندك تطبيق تاع بي دي اف، انا ما عنديش في التليفون، يعني الا ما كانش عندك بحالي كتورك عليه كتبقى موراك، وكتمشي لديك مور ديك 14، وكتورك على شير، وكتمشي للواتساب وكتصيفط المهم كتابه.